معي من القاهرة دكتورة سهير لطفي، أستاذة علم الاجتماع ورئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقا. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة سهير. إذا نتحدث عن العدالة الاجتماعية، يعني هذه ليست بالكلمة السهلة. موضوع العدالة، هناك عدالة دائما مطلوبة بالسياسة، بالاقتصاد، اجتماع، عدالة انتقالية نتحدث عنها كثيرا مؤخرا. إلى أي درجة نحن مساهمون هنا بداية، ويجب أن نكون قادرين على ممارستها وعلى احترامها؟ طبعا أنا سعيدة بالنموذج اللي حضرتك طرحتيه دلوقتي، لأنه بيعبر عن مأساة العدالة الاجتماعية، ويعني وأكثر سعادة لما حضرتك اتكلمتي عن العدالة بأنماطها المختلفة. حتى حضرتك تطرقتي إلى العدالة الانتقالية اللي هي بتتعامل مع الضحايا والناس اللي اتصدم حقوقهم، وخصوصا في البعد الجنائي عند إنفاذ القانون والخلاف. إنما عاوز أقول لحضرتك حاجة، كلمة العدالة الاجتماعية عشان ما تنفذتش، ما فيش لها تنفيذ حقيقي، ولو نفذت بتمثل على مستوى العالم بنسب بسيطة جدا. فأنا من وجهة نظري استهلكت بدون ما تحقق مخرجات ويكون لها قيمة مضافة. ودلالة ذلك زي ما حضرتك قلتي، أنا باخد من كلام حضرتك اتكلمتي عن التنمية المستدامة. التنمية المستدامة بتتكون من 17 هدف، كلهم برؤية شمولية، بتعني عدم استثناء أي فرد من هو يتمتع بجميع حقوقه في كل الأوجه. والتمتع بكل الحقوق في كل الأوجه بتعني تحقيق العدالة الاجتماعية. فلما نكون إحنا في عاملين 17 هدف على مستوى العالم، وكل دول العالم وقعت عليها في سبتمبر 2015، وكل الدول دلوقتي بتتكلم عن أجندة التنمية من 20 ل 30، دي معناها ان ما زالت هناك مشكلة متفاقمة وتتزايد فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وأساسها مشكلة الفقر، وأساسها عدم ارتباط التعليم بسوق العمل، وأساسها ان سلم ومنظومة القيم انهار، وأصبحت المال هو القيمة العليا على التعليم وعلى الأخلاق. نعم. وعلى العمل وهكذا. لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها الشامل، صحيح دكتورة سهير؟ وبعد إجابتك على هذا السؤال، ما الذي يمكن على الأرض تحقيقه هنا؟ خليني أجاوب على السؤال الأولاني. تفضل. واخد بالك إزاي نحقق العدالة؟ إزاي احنا العدالة عاوزين نعمل بها ايه؟ ان احنا ابسط حاجة في تعريف للعدالة ونحققه، ان كل فرد عايش على وجه الارض يكون عايش المستوى اللي هو ياكل كويس، يسكن في سكن لائق، يتعلم تعليم يتناسب مع قدراته، ويشتغل في سوق العمل ويكون منتج. صحيح، هذه العدالة. بس لنستفيد من الوقت دكتورة سهير، هل ممكن تحقيقها؟ ممكن تحقيقها جدا، ولكن التحقيق ده بتاعها مش سهل جدا وبوصفة روشتة، ولكن تتحقق عندنا آليات. لو احنا كنا جادين جدا في انفاذ ال 17 هدف بتوع التنمية المستدامة، لان كلمة الاستدامة معناها ان احنا هنستمر في الأجيال القادمة في تحقيق التنمية وتحقيق ممارسة الحقوق. فلو الدول اشتغلت بجدية شديدة في تحقيق ال 17 هدف بتوع التنمية المستدامة، فأعتقد إن احنا هنحقق العدالة الاجتماعية. أنا أشكرك جزيلا من القاهرة، اعذريني انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لك دكتورة سهير لطفي، أستاذة علم الاجتماع ورئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقا.